البنات مرحبا بكم معايا مره اخرى في لاشين ديالي الليدي يقود. اليوم دي اي واي. اليوم غادي نحضر لكم وصفه لبشره الوجه، فغادي نحتاجوا ليه في العناصر والمكونات التاليه: معلقه ديال النيدو، يعني الحليب غبره، اي حليب غبره عندكم، معلقه ديال الكركمه، الفجل البلدي لكن احسن البنات، اما اذا ما كانش عندكم متوفرش فما عليكم غير بالفجل العادي، بيضة، انا اختاريت ندير معلقه ديال الزيت ديال الالوفيرا، الا ما كاينش ممكن تستعملوا زيت اللوز الحلو بيان سي حلو، بانسو ومعلقه وبيان سيغ زلافه اللي غادي نحضر فيها الخليط ديالي على بركه الله. اللي فيه اول حاجه غادي نحكو الفجل ديالنا، القياس بيان سيغ اللي غادي نحتاجو للفيزاج ديالنا اللي غيقدنا، غادي نعصرو غير الماء ديالو اللي فيه، وغادي نحيدو يعني القشره ديالو غادي نحيدوها، غادي نستعملو غير الماء ديال الفجل. بالنسبه للبيضه غادي نحتاجو يا اما صفر ديال البيضه الا كان الوجه ديالنا اولا البشره ديالنا جافه، الا كانت ميدمه فبيان سيغ غادي نستعملو البيض ديال البيضه. غادي نضيفو على الماء ديال الفجل، وغادي نضيفو بيان سيغ الكركمه ومعلقه ديال الحليب غبره ديال النيدو ومعلقه ديال الزيت ديال الالوفيرا اولا ديال زيت اللوز. غادي نخلطو مزيان العناصر ديالنا اللي فيه حتى تولي على شكل كريمه، تولي على هذا الشكل هكا، ومن بعد غادي نطاليوها بالبانسو ديالنا وغادي نخليوها واحد ثلث ساعه بحال هكا، كون غسلو وجهنا بالماء عادي. بالنسبه للبنات اللي في ليتي يقولوا لي باش غادي نعرفوك راكي كتستعملي هاد الوصفات على الوجه، الدليل ها هو، فانا بينت لكم بانني فعلا كنستعمل هاد لي ماسك اللي كنبين لكم، وبالصحه والراحه.